السلام عليكم اختي. شنقول لك، انا كنعيش في واحد الظروف دابا صعيبه بزاف. الصراحه ما عمري عشت في هذه الوضعيه هذه. كلشي كيعرفني فاس انسان مزيان محترم، لا الجيران ديالنا كيشهدوا بهذا الشيء، لا الناس ديالي في الخدمه كلشي كيشهد بهذا الشيء. هذا واحد البنيت اختي تلاقينا انا وياها، بغينا زعما نديروا الحلال ماشي تفليه ولا شي حاجه. طلبت يديها، هذه تكون واحد، فاش طلبت يديها تكون دابا واحد الشهرين ولا شهر ونص بحال هكا تقريبا. هي بنت لا هي بنت طنجة. بنت طنجة. انا يعني كنعرفها هذه واحد المده ديال عام فاش كنعرفها انا، ولكن فاش بقينا كنتلاقاو مؤخرا كنتلاقاو حتى ديك شهر حتى جويه العيد، العيد كبير في عمرها 19 عام و3 شهور. نعم. مهم يعني كانت العلاقه ديالي معها ماشي تفليه ولا كنتفلى عليها ولا هذا، كانت علاقه ديالي ديال المعقول. انا ملي شفتها قلت لها غادي نطلب يديك للزواج، وهي وافقات وبغاتني وبقينا غاديين في واحد يعني في واحد الوضعيه مزيانه. واحد النهار وهي تعيط للام ديالها، عيطت لي في التليفون قالت لي السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لي انت اللي كتهضر معك بنتي نعمه؟ قلت لها اه انا. قالت لي عطيك السر زعما، واش هذا الشيء زعما ديال المعقول ولا ديال التفليه؟ قلت لها هذا الشيء راه ديال المعقول، راه ما كنتفلاش عليكم، ما عنديش علاش نتفلى. قلت لها حتى دابا شنو طلبت انت؟ انا عندي سياره تعليم وكنبيع ونشري في الطوموبيلات. ممتاز. وعندي الدار ديالي وما زعما الحمد لله ماديا ولا وماشي شي واحد اللي عاطيها زعما كيشرب ولا كيتحشاش ولا الحمد لله. اللهم لك الحمد انت كتشوف قبلت عينيك، ماشي شي واحد من ديك النوع هذا. المهم اللهم لك الحمد عيطات لي، بديت كنهضر انا وياها. يعني قالت لي فين ساكن؟ قلت لها فين ساكن؟ شنو كدير؟ ها شنو عندي؟ ها شنو عندي؟ ها شنو عندي؟ المهم بقينا كنهضروا هكا. المهم ملي قطعت معايا التليفون بدات كدوز الايام، بدات كتعكس مع بنتها. ملي عيطات التليفون كنتي ديك الساعه في طنجه ولا كنتي هنا؟ لا كنت هنا في فاس، كنت ديك الساعه في خدمتي. هي عيطات من طنجه. هي عيطات لي من طنجه الام ديالها. قالت لي زعما واش باغي الحلال؟ قلت لها راني باغي الحلال. وهضرنا في نطاق الحلال، ما هضرناش في شي حاجه واحده اخرى. ها شنو كاين؟ ها فين نسكنها؟ ها شنو كاين؟ راني ما كاريش، راه الدار الحمد لله ديالي. اتفاق مع البنت. دويت انا والبنت في هذا الشيء هذا كامل. قالت لي غتعيط لك ماما. المهم هي الصراحه عيطت لي، الا جينا للمعقول يعني عيطت لي بلا ما قالت، ما تشاورات معاها فهمتي؟ راه قالت لي انا كنعيط لك بلا ما قلتها لها، راه هي ما في خبرهاش. ومني قطعت معايا لغد ليه في الصباح قالت لبنتها، قالت لها راني عيطت له واش ما قالها لكش؟ قلت لها لا ما قاليش، حيت انا ما جاتنيش مني. قالت لي راني كنعيط لك غير مني ليك، ما قديتش نقول لبنت راه امك عيطات لي. تفهمنا؟ المهم هي هذيك الام ديالها قالت لي هكا بصراحه يعني قبل ما تقطع التليفون، قالت لي وان شاء الله صافي يكون هي الخير ان شاء الله، نشوفوا يا باها. دازت واحد الايام، واحد تكون داك السيمانه، البنت مسكينه بدات كديرونجا. تفهمنا؟ البنت بدات كديرونجا. قلت لها مالك؟ قالت لي الصراحه ماما ما بقاش باغيني نتزوج. قلت لها علاش؟ قالت لي قالوا لي خصك تقراي، ما تقراي ما كاين لا زواج لا حتى شي حاجه. قلت لها وهي دابا حنا كنتفلاو، حنا هضرنا في الاول وانا غصيت مع الوالده ديالي في كندا، غصيت معاها قلت لها في شهر ثلاثه الوالده منين تجي والعائله ديالي كلهم في خبرهم. قلت لهم منين تجيو ان شاء الله راه هاد السيده هذه راني ناويها للحلال، وما غلقاش بحالها الصراحه، لحقاش بنيتها الله يعمرها سلعه فهمتي. الحاله العائله ديالها بني الصوره؟ ما كنتدخلش في داك الشيء الصراحه ديال فهمتي، والله ما كنتدخل في داك الشيء. انا ما يعني انا عندي علاقه غير بالبنت فهمتي، ما كيهمنيش انا باها شنو خدام. ما سولتهاش لحدود الساعه. ما سولتهاش انا باك شنو كيدير ولا امك شنو كدير ولا حتى شي حاجه، رغم ان انا ما سولتني من حقها واش فهمنا، ولكن انا ما سولتش علاش. انا باغي البنت، ما عندي ما ندير في شي حاجه واحده اخرى. المهم عيطت للوالده، دويت معاها في كندا مع الاخت ديالي كانت ولدت، وهي مشات تجلس معاها. عيطت لها قالت لي علاش لا؟ قالت لي مرحبا انت تجمع راسك مع الوالد ديالي عاد توفى. وبقيت غير بوحدي في الدار. قالت لي مزيانه بعدا تتزوج وتجمع راسك وتكون يعني تلقى بعدا حتى اللي يكون بك في الدار وهذا، وما تبقاش بوحدك حيت بقيت غير بوحدي. المهم قالت لي ماشي مشكل، غير نجي في شهر ثلاثه ان شاء الله نمشيو نخطبوها لك ونضربوك ضرب الصداق ديالك وكل شيء يمشي ان شاء الله مزيان. قلت لها انا ساكن في طريق عين الشقف حدا ميغادور. قالت لي صافي ماشي مشكل، نجي ونمشي ونقادوك المسائل ديالك وداك الشيء هذا صافي. هذه الهضره يعني مع عائلتي كلشي سيخبر انني غنتزوج بديك البنت. البنت واش كترجع لك هي الفاس؟ لا انا كنت كنمشي عندها لطنجه الصراحه. ما عمرها جات عندي هي الفاس. المهم البنت بدات كتهرب، ماشي كتهرب مني، حسيت بالبنت كديرونجا في دماغها شي شويش، ما بقاتش بحال اللي كنعرف. كنقول لها مالك شنو واقع؟ مالك شنو واقع؟ قالت لي راه ما بقاش باغيني نتزوج. قالت لي شوف الطيب. قلت لها شنو؟
قلت لي انا ما نكرهش تشوف مع بابا. قلت له على راسي وعيني يا مدام، حنا ناوي الحلال ما داخلينش حنا من الزنقه ولا يعني راجيين من الباب نيشان، غاديين ندقوا الباب نيشان ناوي الحلال وهذا. قالت لي قالت لي صافي. قلت له عطيني النمره ديالو نعيط له دابا. عطاتني النمره ديالو الصراحه، عيط له دوا معايا باداب باحترام، قال لي اولدي مرحبا بك في اي وقت اجي. قلت له انا غير نغسل الخدمه ديالي هنا في فاس ونجي ان شاء الله يكون الخير، نهضروا انا وياك ونتعرفوا انا وياك وهذا. قال لي مرحبا بك اولدي، فوق ما جيتي عندي مرحبا بك. عرفتي منين منين عيطت للبنت وقلت لها نعمه هذه اللي انا معاها، منين عيطت لها وقلت لها ربك مسكين قال لي مرحبا بك، اجي طاحت بالفرحه. تصور انك يعني انت كنتي اب في ديك اللحظه هذيك وشتي ديك الفرحه، راه تقول لي هذه البنت هاك ديها دابا، وحق الله طاحت بالفرحه وبدات كتغوت مسكينه بالفرحه. امها ساقت الخبار، هي في التليفون انا كنهضر معاها في التليفون، امها ساقت الخبار سمعتها فرحانه وكذا، مشات عند امها عاودت لها قالت لها راه عيطت لبابا وبابا قال له مرحبا وهذا. قالت لها وصافي مزيان الحمد لله وهذا، شنو وقع ما نكذبش عليك. لا غد ليه باها تقلب عليها عاوتاني قال لها شوف يا بنتي نقول لك، قالت السيد ملي كتعرفيه منين هذا منين هذا، ومن ذاك عطاها شي اسئله. قال لها شوف يا بنتي ما نكذبش عليك. قالت له شنو؟ قال لها السيد يعني راه ما يمكنش توفقي بين القرايه وبين الزواج، وانا على العلم انني قلت لها انا نعاونك في القرايه ونوصلك لذاك المستوى اللي انت باغي توصلي له، يعني ما عنديش اشكال ان مراتي تكون كتقرا، بالعكس راها مزيانه اليوم مزيانه لوليداتي. المهم قال لها لا ما غتقديش توفقي بين القرايه وهذا، تسيف عليها واحد شويه. لا غد ليه عاوتاني قال لها شوف بنتي نقول لك، عيطت لي البنت كتبكي الصراحه، قالت لي راه بابا قال لي ما كاين لا زواج لا والو كاينه غير القرايه. عيطت لي في واحد الحاله ما نكذبش عليك، يعني راه يشوفها شي واحد زعما اي واحد يشوفها راه ماشي غيشفق عليها. انا ما نكذبش عليك ديك البنت انا باغيها لحقاش بنت بنيتها معقوله ديال الزواج، فهمتي؟ شفت فيها المراه ديال داري ديال هذا، ماشي تفليت عليها ولا شي حاجه. المهم عيطت لي كتبكي قالت لي راه بابا رفض، قال لي ما كاينش الزواج كاينه هي القرايه. قلت لها علاش زعما كيعطوني انا هاد الوعود الخاويه؟ انا في الاول دويت مع امك قالت لي اه، في التالي تقلبت علينا والاب ديالك قالنا اه، في التالي تقلب علينا. بدينا كنهضر انا في التليفون وهي كتبكي ما قداش تهضر معايا. قالت لي راه على برا جالس انا كندوي معاك بشويه. قلت لها ماشي مشكل، بدات كتهضر معايا. قلت لها دابا في نظرك شنو الحل؟ واش نتزوجوا انا وياك، نمشيو نتزوجوا انا وياك تنمشيو نمشيو عندهم ونديروا داك الشيء غير تمثيليه قدام الناس باش ما نخسركش وتخسريني؟ قلت لي واش كيبان لك هذا حل؟ قلت لها انت شنو بان لك؟ قالت لي الا كان كيبان لك حل نديروه انا وياك. حتى هي كتبغيك؟ اه كتبغيني بزاف صراحه، يعني بزاف. نعم ما نكذبش عليك يعني ما فهمتي. المهم قالت لي برايه تسمع فيك. اه انا ما نكذبش عليك يعني انا كنقولها قدام المغرب كامل والعالم كامل يسمعني ما عنديش مشكل، فهمتي؟ حداك حاول تمسك راسك حيت داك البنت شفت فيها شي حوايج اللي ما شفتهمش فيها. كانت هي با اللي مات، كانت هي امي اللي ما كايناش، كانت فيها بزاف ديال الحوايج. انت شحال 30 عام ما شاء الله، راه مازال ان شاء الله الشباب قدامك ان شاء الله، ونتمنى الله ربي يجمعكم الدنيا والاخره. المهم هي هذيك عيطت لي كتبكي وقالت لي زعما واش كيبان لك هذا هو الحل؟ قلت لها انا في نظري هذا هو الحل، ونحطهم في الامر الواقع باش انا وياك ما نضيعوش بعضياتنا ما نخسروش بعضياتنا. قلت لها حيت والديك راه ما حاسينش بهذا الشيء اللي حاسين به حنا، وتا شي واحد ما غيحس بينا غير انا وياك. قالت لي صافي انا معك. ذاك النهار لا غد ليه خرجت من كانت غتمشي للافاك، دازت هزت الوريقات ديالها، وجدوا وريقات الاجراء. حنا وجدنا الحلال ماشي التفليه ولا شي حاجه، فهمتي؟ يعني انا ما نبغيش نتفلى عليها، حتى انا عندي اختي وما نبغيش اللي يتفلى لي على اختي، فهمتي؟ المهم قلت لها شوفي حنا غنديروا هذا الشيء في الحلال. قالت لي غنديروا في الحلال صافي. قلت لها مرحبا. المهم هي هذيك البنت جات لعندي، قبطت هذا وجات لعندي الفاس. ساقوا لها الخبر، بداو كيعيطوا في التليفونات، بداو كيهددوني، رجال خوتها كيقولوا لي غنقتلوك غنديروا لك غنفعلوا لك، رجال خوتها الصراحه. قلت لهم انا ما جاوبت حتى شي واحد، صافي ملي شد داك التهديدات وهذا ما قديتش نجاوب حتى شي واحد. قالت لي هكا، قالت لي طيب. قلت لها شنو؟ نعمه. قالت لي حاجه وحده اللي نطلب منك هو انني ما ترجعني الوالديه تنكون ضاربين لك انا وياك.
بهاد الهضره هادي حيت انا عارفه شنو شنو مازال تابعني من بعد. نعم. المهم ماشي مشكل، قلت لها صافي كوني هانيه. هبطنا ديك الساعه، المهم كنا هنا في فاس، بقينا انا وياها في فاس. المهم من هنا لهنا وصلوا والديها لفاس. كيف كتبقى تبعك في فاس؟ نهار. نهار. نهار لا غد ليه غادي ديك الساعات غادي نمشيو. قالت لي الله عطيك السرايه الا قبطوني غادي يقتلوني وداك الشيء. قالت لي من الاحسن نهربوا من هنا، فهمتي؟ هزيتها مشينا لمكناس. كنا موجدين الاوراق كلهم الا ورقه واحده ديال شهاده الخطوبه ما جابتهاش معاها. تما فاش هي فهمتي؟ شهاده الخطوبه. ما جابتهاش معاها. المهم ماشي مشكل، هي هذيك كنهزها كنطلع لمكناس. طلعنا انا وياها لمكناس، بقينا في مكناس شي مده ديال 4 ايام. حنا كنشوفوا شنو غنديروا وهي مسكينه متشبته بيا بزاف. في كنت استسدات وفي كنت في مكناس. والصراحه ما نكذبش عليك، يعني كنا كارين واحد لابارتمون انا وياها في مكناس. ويعني يعني هادشي كيشهد به، يشهد به مول الدار، ويشهدوا به لي ريستو اللي دخلنا لهم، ويشهدوا بهم القهاوي اللي جلسنا فيهم، فهمتي؟ يعني كلشي راه ماشي كنتفلا ولا شي حاجه، هادشي كله كنعاودك شي حاجه حرفيا من القلب، حيت جاي نعاودك شي حاجه من قلبي اللي ضارني بزاف، فهمتي؟ المهم بقينا انا وياها مده 4 ايام. بدا كيتوسط لواحد الاخ ديالي، انا بدلت النمره وهي طفات البورطابل ديالها. بدا كيتوسط واحد الاخ ديالي ما بيني وبينهم، ما بيني وبين العائله ديالها. يعني اذا راه جوج بكم هرباني ماشي غير واحد. جوج بكم هربان، انت هرب من خدمتك، تركتي خدمتك، سمحت في كل شيء انا. عندك اوتو ايكو، عندك سمحتي في كل شيء. في كل شيء خليت الدراري خدامين و نعمه. حيت تستاهل، ما نكذبش عليك تستاهل ديك البنت، يعني ما نكذبش عليك، يعني واخا ندور حياتي كلها ما غاديش نلقى بحالها. وكذلك هي كتقولها لي، كتقول لي الشاب طيب انت راجلي لحد الان كنحسبك راجلي، واخا ندور الدنيا كلها ما غاديش نلقى بحالك. بغيت المهم داز 4 ايام في مكناس. بقى الاخ ديالي بقى كيتلاعب بيا، ما نكذبش عليك بدا كيتلاعب بيا. هذا خوك الكبير. الاخ ديالي كبير بدا كيتلاعب بيا، كيقول لي غير اجي حقا، اجي حنا غادي نجوجوكم صافي. راه المهم هما قال لك اتفقوا بانهم صافي غيجوجونا. قلت له واش الامور هانيه؟ قال لي اجي لفاس راه صافي غادي نجوجوكم، ما كاينش فيها. قال لي واش البنت شو شحال هي معك مده ديال 6 ايام وشوها وعائلتها كلها عرفوها، ما غاديش يجوجوها لك في التالي، راه ما يمكنش. قلت له واش نثق فيك؟ قال لي ثق فيا واجي. كنمشيو كنوصل كنتلاقى انا وياهم في القهوه ديال لوتورو، تلاقيتو غير هو واحد السيد صاحبه كان معاه ديك الساعات وصافي. تلاقيتو قال لي شوف غادي دابا واحد شويه غنتلاقاهم في واحد القهوه. قال لي صافي راه البنت يعطيوها لك غادي يديوها دابا، وحنا من هنا واحد 3 ايام 4 ايام غادي نطلعوا عندهم لطنجه وغادي نخرجوها من دارهم مزوجين ناضي. قلت لهم صافي هادشي اللي بغينا حنا من الاول، هادشي اللي بغينا. قال لي صافي ماشي مشكل. كيشدوني هذيك الساعات قالوا لي يلا تبعنا. قلت لهم انا ضروري نمشي نبدل حوايجي وندوش وهذا عاد نجي لعندكم. البنت بقات معاهم، ما خلوهاش تبقى معايا. فوقاش تفارقت انت وياها؟ نهار الثلاث. لا حتى جيت لفاس. شكون تلاقاكم جيتوا لفاس؟ ما تلاقاناش بواها. جيتوا في الطوموبيل؟ جينا انا وياها في الطوموبيل ديالي. شكون تلاقاكم؟ تلاقانا هي الاخ ديالي في الاول، هو صاحبه. فهمتي؟ والصراحة البنت كي دارت مشات معاهم البنت تيقات، قالت صافي غيجوجونا. إذا هي مشات بوحدها لعندهم؟ لا أنا نفسر بحالاش كيفاش وقع. المهم هي هذيك هبطنا أنا مشيت للدار، دخلت للدار ندوج، هما داو البنت قالوا لها يلاه تشوفي أختك وراجل أختك راهم جالسين في القهوة. الأخ ديالي وصاحبه. قال لها يلاه تجلسي معنا على ما يدوش هو ويلبس حوايجه ويجي. داكشي اللي كان. انا في بالي بان غيديوها، ولكن غادي يديوها بريضه وغادي يجيبوها، يعني انا غنمشي نتزوج بها تما وغادي نجيو، يعني عادي. داكشي اللي الكلمه اللي عطاوني قلت امبوسيبل الرجال يخلفوا فيها، فهمتي؟ المهم ماشي مشكل، مشيت انا دوشت المسائل ديالي، جيت خلطت عليهم لقيتها هي مع اختها في الطوموبيل، ولقيت الاخ ديالي وداك السيد صاحبه وراجل اختها جالسين في القهوه. جا راجل اختها بدا عليا بشي هضره ماشي هي هذيك، ما عجبتنيش ما نكذبش عليك، بدا كيلومني غير انا بوحدي. قلت له هاد الهضره هذه ما خصكش تقولها لي انا، وما خصكش تقولها لا حتى هي، هاد الهضره خصك تقولها لوالديها اللي وصلوها لهذ الحاله انها تخوي الدار.
راه ماشي انا اللي ذنبت ولا هي اللي ذنبات، راه هما اللي ذنبوا في حقها وحقي حتى انا. قلت له كانوا حاسين بهذا الشيء هذا، راه ما تقولش هذا. قال لي هذوك والديها والدينها وهذا وهذا. قلت له والديها على راسي وعينيها، انا ما كنقول فيهم حتى شي كلمه ديال العيب، ولحد الان ما كنقول فيهم حتى شي كلمه ديال العيب. والديها فوق راسي وعينيها، ولكن باش تلومني انا ولا تلومها هي، لوم بعدا والديها هما الاول اللي عطاونا بعدا الكلمه في الاول، وانا عائلتي كلشي صيغ الخبار، كلشي غيديني عما غيديني عما غيديني عما في طنجه. المهم هي هذيك بدينا كنهضروا، بدا كيتسيف هضرته ما جريتش ليا. قلت له اخويا نقول لك جوج كلمات. قال لي شنو؟ قلت له الا جاي انا لهنا باش تكذبني ولا جاي باش تقول لي شي هضره تقصحني، هي ما تقولها ليش، الله يسهل عليك، حيت انا في واحد الحاله اللي ما غاديش نسمع لك وما غاديش نعرف نهضر معك، من الاحسن خليني نمشي بحالي الله يسهل عليك. ما كملناش الهضره بزاف، نط انا من هذا تبعوني، جا الاخ ديالي تبعني حتى هو. قال لي فين دابا شنو نديرو دابا؟ قلت له غتعطيوني البنت غنهبطها معايا للدار، نعطيها المسائل حويجاتها والمسائل ديالها وانتم تبعونا. قال لي لا لا حشومه ما جاياش هذا. قلت له شوف انا صلي سهل عليك. قال لي شنو؟ قلت له سير معاهم انت وخلينا نهضر انا وياها شي شويه، اعطيني غير هذه الفرصه اللي بقات بيني وبينها باش نهضر انا وياها. اخويا بدا كيشوف فيا، قال لي صافي حنا نتبعوكم، يعني تبعونا لاصقين فينا حسبتم عاوتاني غنهربوا، تفهمنا؟ المهم بقاو لاصقين فينا وحنا غادي كنهضر معاها مسكينه البنت. يعني تلاحت عليا وبدات كتبكي بزاف، قالت لي راني ما باغيش نخسرك، ما باغيش نخسر والدي بهذا المعنى هذا، ما باغيش نخسرك انت، ما باغيش والدي. قالت لي راني كنحس براسي الطيب غادي نحماق. قالت لي راه شويه وغيجيك خباري، راني كنحس براسي غادي نحماق، ما قداش نستوعب هذا الشيء كله. قلت لها انا ماشي مشكل، ها انت غادي تمشي، والحل اللي قالوا لنا احنا غادي نديروه ان شاء الله. مشينا للدار، طلعنا للدار، طلع معنا خويا، لحقت لك نصونا الليالها. قالت لي طيب. قلت لها شنو؟ قالت لي 3 ايام ولا سيمانه بالموت انا غادي نولي عندك. انا كنقولها يعني فهمتي ولا لا؟ ذكرت نصونا الليالها مسكينه مازال عندي لحد الان. قلت لها شوف نعمه، يعني الا ما كنتيش غادي تولي لي شي حاجه غير قوليها لي لحقاش. قالت لي والله تنولي. قلت لها شوفي حنا ما نديرو حتى شي حاجه حتى نشوفوا والديك، يعني واش غيبقاو في كلمتهم ولا ما يبقاوش في كلمتهم. غير داوها اخي، طفاو لها البورطابل، طفاو لها كلشي، ما بقات كتسمع عليها حتى شي هضره. كاع واش ماتت، واش مازال حيه، واش كتاكل، واش كتشرب، واش كتنعس مزيان، واش ما كتنعسش مزيان، ما فهمتش. وزياده على هذا الشيء شنو نقول لك؟ انني عيطت لباها قلت له المسامحه وحسبني بحال ولدك وانا بنتك، راها انت بنتك وتعاود لك هي شنو كاين. قال لي اه شنو المطلوب مني انا؟ شنو الهضره كي ولات عاوتاني في التالي؟ في الاول عطانا كلمه وفي التالي شوف كي ولات الهضره عاوتاني من بعد. هو عارف بان شنو داير. هو مشى اتهمني بالاختطاف ديال بنته والتعذيب. وقفت اتهمني من النهار اللي جات عندي لغد ليه. فين بلاصه دار الشكايه؟ قالوا لي دارها في هذيك ديال السعاده ودارها في الولايه. هنا فاس. ودار لي الشوهه بزاف، ما نكذبش عليك، تشوهت. جاو البوليس تهجموا عليا في الخدمه ديالي، ولقاو الدري تما وتعصبوا على واحد الدري تما ما ذنبوا حتى شي حاجه، وقالوا لهم جبدوا لنا الاوراق ديال الخدمه اللي ما عندهم حتى شي صله بهم كاع. فهمتي؟ بداو كيبحثوا في شي حوايج اللي ما كتخصهمش كاع. المهم ماشي مشكل، قلنا حنا ماشي مشكل، شوهوني في الحومه كلها سقط لي الخبر بان الطيب اختطف بنت. عمري في حياتي درت شي حاجه في حياتي خايبه، رجعوني اختطفت بنت. الحومه كلها كتقول الطيب اختطف بنت. قلنا ماشي مشكل، الحومه هذه ديال الخدمه. ملي كندوز للحومه ديال فين ساكن، كلشي كيعنقني وكيقول لي اخي الطيب وانت ماشي ديال هادشي. كنقول لهم والله القسم ما خطفتها، راه هي اللي جات لعندي، والله القسم ما خطفتها، ولكن ديك السيده كنبغيها وكتبغيني قدام العالم، فهمتي؟ هكا والله القسم بالله. المهم ماشي مشكل، البوليس قلبوا عليا في القهاوي، مشاو واحد القهوه كنجلس فيها، مشاو. المهم ما خلاو فيه، مشاو للدار شوهوني. عائلتها قال لك كانوا باغيني، رجال خوتها بجوج كانوا باغيني يقتلوني. وصلني اوديو ديال راجل اختها في طنجه، وصلني هكا سمعته قال لي والله تنقتلك، فهمتي؟ المهم ماشي مشكل، داك الشيء كامل ماشي مشكل. ما نكذبش عليك انا مازال خايف من التهديدات، حيت كنقول انا يقدروا يبردوا هذا الشيء هذا وتوقع لي شي حاجه. ما نكذبش عليك انا مازال خايف من التهديدات بزاف، داكشي باش قلت ندوز للراي العام هو اللي غادي يشوف من حالي. المهم باها عيط له
ما دواش معايا مزيان وقطع عليا التليفون في وجهي، عاود صونيت عليه قطع عليا في وجهي. كيعيط الاخ ديالي للراجل اختها قال له عطيك السر، قول لخوك غير ينسى ديك البنت ما يعاودش يعيط لنا الله يسهل عليك، وما يعاودش يضر بجهتها كاع. البنت هكا قال له البنت راه حقا، قال لها باه واش تختاري انا ولا تختاري هو؟ قلت له اختارك انت بابا. قلت له بطبيعه الحال راه تختار باه في ديك اللحظه، راه هو اللي والدها، واش فهمتي؟ هو اللي غتمشي معاه لطنجة وشو شنو غيكون بيها، هذه هي هضره يعني سمعتها فهمتي. اما البنت مسكينه متشبته بيا بزاف وانا طايق فيها بزاف ما نكذبش عليك، متشبته بيا بزاف 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 كاع. فوقاش اخر لقاء كان بينكم يعني اخر مكالمه بينكم بالعائله تقريبا هي البارح؟ البارح هي البارح حيت الباق قطع لي التليفون. اخر مره جاوبك البارح مع شي 8 هكاك 8 ونص جاوبني حيت ما عرفش نمرتي وقال لي اه شنو المطلوب مني شنو اه. ولكن للعلم من بعد هذا الشيء كامل هما عارفين بان واحد القضيه، عارفين بان الا ما كانتش البنت هنا وهي اللي برأتني راه عندي مشاكل، انا غتبقى عندي مشاكل هنا في مدينتي، ماشي في مدينتي في المغرب كامل. غادي قال لك غادي نبقى متابع هو هكا يعني راجل اختها شنو قال الاخ ديالي؟ قال له المهم حتى نجيو ديك الساعات شوف فوقاش نجيو شوف فين ولينا. واش انت خايف انك روشيرش ولا باغي تعمل؟ انا ما كذبش عليك يعني انا والله ما خايف نمشي روشيرش ولا شي حاجه، انا باغي غير ديك البنت ما نضيعهاش لحقاش دوزنا انا وياها ما بغيش نضيعها ما كذبش عليك. الا كانت العائله ديالها كترضى بهذا الشيء انا راضي عليهم صافي غير يديوها، والا كانت العائله ديالها مأصله وعارفه بينها وبين الله راه خصهم يزوجوها لي، ولا سيما انها انت كتشوف بان كل شيء ساق الخبار، عائلتها كلهم ساقوا الخبار. فاش تقرا؟ هي عندها دوزيام اني ديال لافاك في ليكونومي. وانت غتخليها تكمل قرايتها؟ انا موعدها نخليها تكمل قرايتها وانا غنعاونها باش تكمل قرايتها وتتوصل لذاك الشيء اللي بغات باذن الله. تصرف عليها؟ ماشي هي قاد يعني اكثر من قاد الحمد لله. عندك الدويره ديال بوحدك مستقر؟ اه عندي الدويره ديالي الحمد لله اللهم لك الحمد. شنو الرساله اللي بغيتي توجه دابا للعائله ديالها مباشره؟ انا ما تسمع يعني ما الا كان عندكم شي قلب وكنتو كتعرفوا بينكم وبين الله راكم غتعطوني بنتكم، ولا ما كنتوش كتعرفوا الله وما كنتوش دايرين بحساب هذا الشيء كامل غير ديوها بالصحه والله ما نعاود ندور جهتها بالله العلي العظيم. كاين واحد الحديث يقول ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه فان لم تفعلوا تكون فتنه. ها يعني دابا انت يا تطالب يديها في الحلال؟ في الحلال نعم. شنو تقول لامها؟ ما انا كنقول لها يعني كنقول لامها انا ما شفتش مني شي حاجه ديال العيب يعني هضرت معايا احترمتها ما قلت لها شي حاجه زعما يعني ما قلت لها شي حاجه زعما اللي غتخليها وهي اصلا يعني ما كتعرفش عليا شي حوايج راه بنتها معوده لها عليا كتقول هذاك السيد راه الله يعمرها سلعه ما غلقاش بحالو اماما راه ما كيشرب ما كيكمي حشيش ما كيدير حتى شي حاجه خايبه داك السيد راه معقول وراه طلب يدي للزواج ودخل من الباب ما تفلى عليا ما حتى شي حاجه يعني حشومه عليك علاش ما تحنيش على داك البنت ديالك وانت كتشوفيها كتعذب قدامك وكتبكي قدامك وعلاش ما تحنيش على هذا الانسان هذا اللي يعني اللي غيكون راجل بنتك الى كتاب هادشي اللي يعني انا ما طالب منكم حتى شي حاجه انا ما طالب منكم لا حتى شي حاجه كاع طالب منكم حتى الا ما عطيتونيش داك البنت الا ما عطيتيهاليش شوفوا غير من حالها ما تخليوهاش مسكينه كتبكي وتخليوها تمرض نفسانيا وتوصل يعني هادشي كيوصل لشي حوايج خايبين بزاف راه شحال من بنت كانت غتزوج وما قبلوا ما بغاولهاش والدها تزوج خرجت الطريق اقسم لكم يمينا الا خرجت للطريق وكنعرف عادات هي كانت غتمشي في الحلال صدقت غاديه في الحرام. نعم شنو كتقول النعمه رسالتك النعمه؟ النعمه انا عارفها كتبغيني وما عمرها غتخلى عليا واخا يوقع لي وقع ما عمر نعمه غتخلى عليا موعداني مع الله. نعم وهي كتحسبني راجلها ما كتحسبنيش شي حاجه واحده اخرى. اخر رساله الاب ديالها المسامحه هادشي اللي كنطلب منكم الله يسامح علينا وهادشي ما درناش زعما باش هذا يعني راه حتى الا كنا تزوجنا راه كنا غنديروا تمثيليه قدام الناس باننا عاد غادي نتزوجوا غير باش ما تزولهاليش وباش هي ما نزولهاش انا من حياتها هادشي اللي كنا قاصدين ما كناش قاصدين شي حاجه خايبه والله يسامح علينا الدنيا واخره اليوم الدنيا وغدا الاخره وكنتمنى ان هذه الرساله ديالي توصل المغرب كامل انا ما كتمني حتى شي حاجه كتمني هي داك البنت حيت دوزنا انا وياها الصراحه ما باغيش نضيعها الا كان باها وامها كيعرفوا بينهم بالله راه ما خصهمش يزولوا هذا هادشي اللي
اللي قادر نقول. الله يبارك فيكم وشكرا بزاف وسمحوا لي بزاف. الله يبارك فيكم.